سارة إسحاق مخرجة شابة اسكتلندية من جهة الأم يمنية من جهة الأب. بعد دراستها للإخراج باسكتلندا تقرر العودة إلى اليمن بحثاً عن الجذور لتجد ساحات اليمن بدأت في الحراك. خلال الفترة التي كنت جالسة فيها في اليمن بدأت الثورة يعني كانت الثورة موجودة يعني بدأت في أول فبراير بس يعني بدأ الناس يتحملوا وينزلوا الساحة أكثر فأكثر. الشهيد حبيب الله بينما كانت الكاميرات موجهة إلى ما يجري في الخارج، أدارت سارة الكاميرا لتوثيق ما يجري داخل الجدران. اختارت سارة بيت التوت عنوانا للفيلم الذي عرض بمهرجان إدفاء الأفلام الوثائقية بأمستردام، حيث شاركت الأسرة في الثورة اليمنية. الشيء الذي كان مثير بالنسبة لي كان ردود فعل الناس اللي في داخل البيت، ردود فعلهم للأحداث اللي كانوا يشوفوها في التلفزيون، الأشياء اللي يعني النقاشات اللي كانت تحصل بيناتهم البين. حسيت إن الثورة الحقيقية كانت تحصل داخل البيت. يعني مشهد مثلاً مشهد العائلة وهم بيحاولوا يساهموا في الثورة بطريقة غير مباشرة، يعني كانوا يطبخوا في البيت في أول في بداية الثورة، يعني في أول شهر تقريباً كانوا متحمسين للموضوع بس كانوا خايفين برضو انهم ينزلوا يشاركوا بطريقه واضحه وبطريقه رسميه في الشارع بالاعتصام بالمشاركه في المظاهرات. فهم كانوا يشاركوا بالطبخ بالنقاشات داخل البيت. كانت اول مره اشوف ابوي يعني يبكي بعلانيه، يعني انه إصابات هذه الحالات. انتهاء سارة لعملها الفني لا يعني أبدا نهاية الحراك اليمني.